بداية خلينا نتوقف عند خريطة تحركات الجماعة الإرهابية قبل 25 يناير أو في ذكرى 25 يناير. أولا التفجيرات والعمليات الإرهابية التي بدأت قبل أيام قليلة من 25 يناير، هل هذا هو جزء من المخطط؟ طيب خليني بس أبتدي كلامي حضرتك اللي أنا أعلم تماما أن هناك حالة من القلق تنتاب الجمهور وتنتاب الشعب المصري، وحالة القلق دي جت نتيجة ما يتردد في شبكات التواصل الاجتماعي من خلال محاولة تصوير الوضع أن في حالة ثورة جديدة وأن في موجة ثورية يوم 25 يناير وهكذا. الكلام ده بيفكرني ب 28 نوفمبر 2014 لما جم أعلنوا أن التيار السلفي هينزل بثورة في الشارع المصري، وكان في حالة من حالات القلق والخوف من ما يتردد برضو على شبكات التواصل الاجتماعي، وكان في النهاية أنه ما كانش في حاجة حصلت. الحقيقة اللي احنا لازم نبقى فاهمين أن كل ما يتردد في شبكات التواصل الاجتماعي من معلومات فهي 98%، إن لم يكن 100% فهي معلومات خاطئة. طب إيه المعلومات الصحيحة؟ إحنا عايزين نفرق بقى بين الكلام إن هم ممكن ينزلوا وينزلوا الشارع ويجمعوا الناس. هل هم عندهم القدرة على الحشد؟ خالص، هم فقدوا تقريبا الحشد خالص وليس عندهم القدرة. ليس هم بس كإخوان، قوى الإسلام السياسي كلها ليس عندها القدرة على الحشد. الدليل على كده اللي إحنا شفناه إن الشعب ادى رأيه وموقفه من قوى الإسلام السياسي انها لا يمكن بعد الآن ان تتبوأ اي موقع قيادي داخل الهيكل المصري، الهيكل الإداري المصري. الدليل على كده احنا شفنا السلفيين وحصل فيهم ايه في الانتخابات الأخيرة، ولم يحصلوا على اكثر من 12 مقعد، وكانت دي ضربة قوية مش للسلفيين فقط ولكن لقوى الإسلام السياسي كلها. لكن خلينا نتكلم بقى ان هناك مخطط كان معمول من بعد فض رابعة لغاية 14 أغسطس 2014. المخطط ده بعد فض رابعة بأربع شهور كان في حالة إرباك شديدة جدا في صفوف جماعة الإخوان والقوى السياسية حتى اللي هي تحمل التيار الديني أو الإسلامي بتاعنا. كان في حالة من حالات الارتباك الشديدة جدا، كان في قدرة الأمن على أنها توجه ضربات لهذا التيار في هذا التوقيت كانت قوية، لكن قدرت الجماعة والعناصر بعد أربع شهور أنها تتعافى نسبيا على الساحة وأنها تستطيع أنها تحط خطة وتعمل مكتب إداري، مكتب إرشاد جديد، وتحط خطة اللي هي ممارسة كيف نواجه الوضع القادم في 2015 2016. طيب السؤال لحضرتك، هل فعلا اللي حصل التفجيرات الايام اللي فاتت دي، الفتره اللي فاتت دي كلها، دي جزء من مخطط محدد؟ طبعا. لان الخطه دي اتحطت على ثلاث محاور. المحور الاولاني اللي هو مرحله الانهاك والارباك، المحور الثاني او المرحله الثانيه هي مرحله الافشال، المحور الثالث اللي هي مرحله الحسم. وهم قدروا اخبار حضرتك ان في خلال هذه الخطة ان هم يعتمدوها تنظيميا ويعتمدوها فكريا او شرعيا. الشرع ازاي؟ لما نيجي مثلا هنا، ودي عملية في منتهى الخطورة، ان يبتدي يشرعوا فكرة الاعمال الارهابية اللي هم بيقوموا بيها من وجهة نظر الشرع ايه، فيطلعوا حاجة غريبة جدا اسمها فقه المقاومة الشعبية. فقه المقاومة الشعبية للانقلاب. للانقلاب. هذا الموضوع يمثل مسألة في منتهى الخطورة. ليه؟ لأن هو ابتدى يشرع بالنسبة للقواعد بتاعته ازاي يرتكب كل هذه الأعمال من دمار وخراب، تمام، وقتل وحرق في إطار الشرع. أنا مش هقرأ في الكتاب ده غير حتة صغيرة بس ما يخص ضباط الشرطة. اتفضل. تمام. هو بيقول هنا ايه؟ قال الشافعي رحمة الله: إذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يخرج فله أن يضربه وإن أتى على نفسه. ويبتدي حد يبرر الكلام ده كله أنه
من قتل الضباط الذين جاءوا لاعتقاله وكسروا عليه الأبواب تمام فلا حرج عليه. قيسي بقى كل الأفعال اللي هم بيقولوها موجودة في هذا المكان. وبالتالي لابد من هذا المنهج الفكري ان هو يتعرض على مجمع البحوث الإسلامية، لان ده هيعتبر من الأدلة المادية اللي بالدين جماعة الإخوان المسلمين حينما تشرع وخبرك الأعمال التخريبية وأعمال الدمار والأكل في إطار شرعي، لأن ده هو المنهج الفكري دلوقتي للجماعة. أي جماعة ما لها فكر ما لابد أن يكون قائم على سند شرعي من الكتاب والسنة، ده المنهج الفكري. لازم يتعرض على مجمع البحوث الإسلامية عشان مجمع البحوث الإسلامية يفيدونا عما إذا كان هذا الفكر صحيح أو يحمل في طياته إعوجاج. لو قالوا لي إن الكلام ده صحيح يبقى خلاص عندهم حق، لو قالوا لي إن هو فيه إعوجاج لابد من مواجهة هذه الجماعة تمام بكل قوة وبكل عنف، ولابد أن يكون رأي إدارة المجمع البحوث الإسلامية هي أحد الأدلة المادية اللي بتوجه لجماعة الإخوان وللأعمال الإرهابية اللي هي بيتموا بها وتعني.